يؤدي دور كبير في تعليم الناس وتلقينها تعاليم الجمال وفي نفس الوقت قابل مجموعه من طلبتنا من طلبه المركز شاركوا حقيقه في معارض في التقيات سابقه وفي هذا الملتقى بالذات عندنا مجموعه من الطالبات شاركوا في هذا الملتقى وهذا دليل حقيقه على الحمد لله ان المركز اثمر في هذا النتاج الطيب الجميل.